السلام عليكم استاذ، انا بغيتك باش تقول لنا شنو هو المشكل اللي عندكم نتوما اللي خلاكم تجيو دائما ولقاكم هنا امام مقر ديال النيابه ديال وزاره التربيه الوطنيه في الرشيديه. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني ان السبب الرئيسي اللي تيجي عندنا باش اننا تنجيو امام النيابه، اول حاجه يعني عندنا مجموعه من المشاكل، من بينها اولا يعني الاعتمادات اللي تنسالوا يعني انطلاقا هنا في اللافيته، يعني 2011 2012 و2012 2013، يعني هذه المستحقات الماليه، يعني انهم عطاونا يعني خدمنا فاش في خصاص فعلي، فاش في مناطق نائيه ومجموعه من المناطق النائيه اللي ربما ضحينا ولا زلنا يعني اننا بغينا نزيدو نضحيو، لكن في حين اننا فوجئنا في مجموعه من الاشياء اننا ربما امتنعنا من الدخول الى المؤسسه العموميه، يعني لاننا نطالب بحقنا المشروع وهو يعني صرف المستحقات الماليه زائد مجموعه من الاشياء، يعني اننا لم يتم اختيارنا لمزاوله مهنه التدريس بطريقه عشوائيه، وانما وضعنا ملفات ثم تم الانتقاء، يعني هذا الانتقاء يعني تم عباره عن وضع الملفات ثم انتقاء اولي ثم اجراء مباراه شفويه امام مجموعه من السلطات، وتم يعني ارسالنا الى مراكز التكوين. نعم. او مراكز العمل. نعم. هذه المراكز اننا اجتزنا يعني مجموعه من الاشياء، كاين اللي زاول يعني مهنه التدريس فاش في الابتدائي، كاين اللي زاول مهنه التدريس في الاعدادي وكذلك الثانوي. نعم. اذا هذه المجموعه من الاشياء الحمد لله اننا توفقنا وكانت شهادات مفتشين يعني بالكفاءه ديالنا. نعم. اذا اننا خدمنا في اطار مذكره 176، خدمنا في اطار يعني مجموعه من التعاقدات والامتيازات. انا غير على سؤالي هذا الموسمين الدراسيين بغيت ناكد، هذا 2011 2012. نعم. واش نتوما ما توصلتوا حتى بشي حاجه يعني ماديه في هذا الموسمين الدراسيين؟ يعني توصلنا بواحد القسط، لكن يعني كاين اللي توصل يعني بجميع المستحقات الماليه ديالو. يعني انتوا يعني كاين اللي توصلوا والاخرين شي وحدين يعني ما توصلوش؟ لا باقي ما توصلوش. نعم. حنا يعني اغلبيه ديال الاساتذه مازال ما توصلناش يعني بالمستحقات ديالنا اللي. وشنو شنو شنو الوعود اللي كتقدم لكم النيابه الاقليميه ديال الرشيديه؟ شنو كتقول لكم يعني على هذا المستحقات؟ الى البيجي يعني الميزانيه، هذه الميزانيه هذه دائما تيقول لك الميزانيه، اذا السؤال ديالنا فين مشات الميزانيه ديال 2012 2013، وفين مشات الميزانيه ديال 2013 2014، وفين هي الميزانيه ديال 2015 2016 ان شاء الله تعالى. اذا هذه المساله بغينا اننا تنطالبوا باش اننا يعني اننا خدمنا وعندنا يعني حقنا في خدمتو، خصكم تخلصوا نتخلصوا. نعم. زائد حتى الاستمراريه في العمل. نعم. هذه مجموعه من الاشياء عندنا فيهم حق حنايا. نعم. يعني بتقادم اننا ما جيناش بطريقه عشوائيه تنزاولوا هذه المهنه بعشوائيه. السؤال في هذا الاطار انه البارح في الجلسه ديال مجلس النواب السيد الوزير ديال وزاره التربيه الوطنيه قال بانه انتم ليس اساتذه، اساتذه الخصص ليس اساتذه بين مزدوجتين، بغيتكم انت تردنا على هذا على هذا. نعم. على هذا الكلام ديال السيد الوزير. نعم، اجابه على هذا السؤال يعني ان السيد الوزير انه قال باننا لسنا اساتذه، اذا كنا لسنا اساتذه لماذا ارتكبوا الخطا و يعني وقاموا بانتقائنا وقبلوا يعني وتم القبول باش اننا نجتازوا مهنه التدريس؟ لماذا؟ يعني اول حاجه جاءت بشهاده مفتشين، يعني ان مفتش كان جاو حضروا وانه عطاو التقارير ديالهم، هذا من جهه. ثاني حاجه يعني ان مازال التعاقد لا زال ساريا، اذا كان لسنا اساتذه فنحن يعني يجب علينا نطالب بسويه الوضعيه الاداريه، واننا يعني نتحدث هذا الكلام بجمله واحده، يعني يجب عليهم ان يبعث الينا مفتشين للكفاءه، يعني اننا نديروا درس نموذجي ونشوفوا واش حنا قادين على هذا السؤال. يعني اجابه على هذا السؤال فنحن اساتذه واننا ضحينا ولا زلنا نضحي وسنضحي. نعم استاذ، عارف واحد هذا الاطار عافاك. نعم. بحكم انه انتم هذه ربما نقدر نقول شهور وانتم كتعتصموا امام النيابه. نعم. شنو هي الخطوات التصعيديه ديالكم انتم في حاله ما اذا انه النيابه ما سوتش الوضعيه الماليه ديالكم وكذلك ما سوتش الوضعيه الاداريه ديالكم؟ اذا بالنسبه حنا للجانب دائما نتعامل بطريقه حذاريه، فنحن دائما لا يعني اننا لا نحمل المسؤوليه الى شيء الى مثلا السيد نائب بوحدو، واننا نحملها الى وزاره التربيه الوطنيه، فنحن دائما نحترم السلم الاداري يعني السيد النائب ثم يعني مجموعه يعني ان الذهاب الى مدير الاكاديمي ثم الى الوزاره اذا اقتضى الامر ذلك. نعم. لاننا نستحق دائما نطالب بالوضعيه الماليه. نعم. اللي هي 2011 2012، لاننا السؤال المطروح كاين من اساتذه اللي خذاو يعني المستحقات ديالهم كامله. شو واحدين بقاو وحنا مازال مثلا يعني مجموعه من الاساتذه يعني لا مازال ما كملوش المستحقات ديالهم. اذا هذه النقطه هذه اللي هي اساسيه، يعني اننا دائما اننا في الطريقه الحضاريه ودائما في الطريقه التواصليه لتعبر باننا حنا اساتذه، يعني هذه اننا اجابه نيش، لان ما يمكنش حنا نديروا شغا ولا نديروا مجموعه من الاشياء، وانما نطالب بحقنا المشروع وهو ان نصرف المستحقات الماليه، يعني ما تبقى من المستحقات ديال 2011 و2012 2012 2013 وكذا 2000 والاستمراريه في العمل.
يعني الا تزوجوا من هذه المساله يعني حتى حنا مستعدين باش نمشيو. وبالنسبه للكفاءه ديالنا راه 3 سنين 4 سنين ديال العمل. اذا هاد 3 سنين او 4 سنين حتى اللي ما كانش كوف راه غيولي كوف. لان حنا تنقولوا باننا تكوننا ومازال واحد التكوين داخل الاقسام نعم السنوات اللي مازال تزوجتها وبمفتشين بتقارير المفتشين. اذا كنا حنا لسنا اساسي اذا كيفاش هذا المفتش غادي يجي ويقبل لك في الدرس وكيفاش غادي نتفاهدوا حنا لان عندنا واحد الغيره على الوطن. حتى حنا الا فين تناقشوا في النقاش المنطقي حنا ما تنهضروش حنا كاع بالتسويه ديال اننا نستمروا في العمل بتسويه الوضعيه الاداريه لاننا مارسنا المهنه وبيعني باش بكفاءه يعني وان مجموعه من الاشياء اساسي دا كلهم تيضحيو. ودائما ما عمرنا ما لجئنا لشي تصعيد ولا شي حاجه اللي هي لا حضاريه. يعني ان دائما هذا الاسلوب اللي تنستعملوا حتى في الطريقه ديال النضال يعني دائما تنستعملوها بطريقه يعني اللي هي حضاريه مما تؤكد على ان هذا الاساسي دا اكفاء ولا زالوا يعني اكفاء ومازالين غادي يعطيو في هذا المجال ديال التعليم. والتجربه اللي مروا بها يعني اننا راه عارفين المجموعه ديال العرضيين يعني انهم قاموا بمجموعه يعني بالنسبه للعرضيين حتى هما راه داروا نفس الخطوات. وان التوظيف المباشر هو باش غادي وان تنعرف بان التوظيف المباشر يعني ربما حل من الحلول لاننا نظرا يعني ان عندنا اولا تنواجهوا مشاكل لاننا امام هذا المشكل الاول امام تقاعد ديال 7000 منصب يعني ربما سوف يقدر يعطينا واحد الاشكال. اذا هذه المسائل ان شاء الله تعالى تنتمنوا من الله عز وجل باش ان هذا الحل يتفك بطريقه يعني سريعه ونتمنوا صرف المستحقات الماليه في اقرب وقت ثم الاستمراريه في العمل لاننا يعني اساتذه ونعترف بانفسنا اساتذه امام يعني مجموعه من المفتشين ومن الاساتذه والمديرين وكذلك من السيد النائب. شكرا.